انشغلت الصحافة الأمريكية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بخبر اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا المعروفة بدورها في مسلسل غلي بعد أن استأجرت مركبا مع ابنها خوسيه البالغ 4 سنوات لنزهة في بحيرة بشمال لوس أنجلوس. ونقلت تقارير أن ريفيرا تأخرت لمدة نصف ساعة عن إعادة القارب إلى موعده المحدد، وبعدها انطلق البحث عنهما وذلك باستخدام طائرات وفريق الغوص. وعثرت السلطات على الطفل وحيدا في القارب وهو نائم وفي حالة صحية جيدة، حيث قال للمحققين أن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة، ولم يكن هناك أي أثر على وجود الممثلة وفقا لقائد شرطة مقاطعة فنتورا. So they contacted the Rangers and began an investigation.